حسن غزالي صاحب المكتبة الحسنية الجديدة، هي من المكتبات القديمة العريقة اللي عندها واحد التاريخ. مكتبة قيمة تأسست سنة 51. الحمد لله هذه السنة هذه مع هذا الكوفيد هذا كنطلب الله سبحانه وتعالى يرفع عنا هذا الوباء هذا، لأنه هو بالنسبة لنا مشكل، لأن احنا الكتب المكتبات الأكثرية كيتسناو هذا الموسم الدراسي، لأنه هو كيتسمى موسم لأنه فاش كيخدموا أكثر المكتبات. ولكن مع هذه الجائحة هذا العام كاين ركود بالنسبة للطلبيات ديال الناس والزبائن، الناس كلها متخوفة من هذا الدخول المدرسي، واش يخدموا واش يديو للدراري المدارس، يعني يكون حضوري ولا يكون عن بعد، باقي عندهم الترددات كل واحد كيفاش كيفكر. ولكن اليوم اللي هو اول نهار في شهر 9 حسينا على ان الناس شويه ارتاحت، بدات كتقلب على الاستماره باش تعمرها، والناس بغات تدي الاولاد ديالها للمدرسه، لان التعليم عن في الحضوري ماشي هو التعليم عن بعد. حنا بالنسبه لنا حنا كنديو جميع المقررات، يعني المقررات اللي هي وزاريه سكولير باراسكولير، يعني اللي هي موازيه للمقررات المغربيه، يعني اللي كتعمل في المدارس الحكوميه او لا في المدارس الخاصه. هذا سؤال في محله، لان ديك الوقت ديال الكوفيد حنا تقريبا هو شهر 2، يعني من بعد شهر 2 لشهر الامتحانات كيكون عندنا واحد شويه الحركيه، استعداد الامتحانات زعما الكتب الموازيه للامتحانات. ولكن هذه السنه هذه هو كان عندنا واحد الركود كبير، وكنا سدينا حتى حنا لانه كانوا علمونا باش نسدوا، وتبعنا يعني القرار ديال الحكومه وسدينا، والحمد لله رب العالمين. دابا الحمد لله يعني رجع فينا شويه ديال الدم، لان الانسان حرفه كبرتي فيها ولا جلستي صعيب الحال، ولكن الحمد لله دابا الان الحمد لله يعني ولينا كنتوصلوا باللوائح المدرسيه ديال الناس، وبدينا كنجمعوا. انت كتشوف دابا الناس كتجمع الكتب ديالها، راه الكتب ديالها مجموعين تما كاين، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يكون خير. وهذا الشيء راه العالم كله ماشي علينا بوحدنا، يعني خصنا نصبروا حتى يترفع هذا الشيء هذا ان شاء الله. والحكومه راه دايره المجهود ديالها، وسيدنا نصر والله راه هو ما خلى حتى شي واحد يقول، يعني هو وضح كل شيء في الخطاب الاخير ديالو، على يعني غير اللي ما بغاش يفهم بصراحه. والناس خصها توعى، هذا هو المشكل اللي حنا فيه في هذا الكوفيد هذا. الناس الوعي ديالها شويه ناقص، يعني بصراحه يعني كتاسوا بصراحه، بعد ما كنا حنا احسن الناس صدقنا دابا عندنا الحالات كتبان كثيره، وهذا كيألم الجميع، يعني الناس كلها كتألم، يعني حتى واحد ما بغى يكون عنده هذا الشيء في بلاده بعد ما احنا الحمد لله كنا. ولكن نطلب الله يكون خير ان شاء الله.